موضوع السعودية. السعودية لها قتيانة، انتم قلتوا حريات، لها قتيانة. السعودية بعتبرها أفضل دولة على وجه الأرض. عرفت كلامي؟ ليه؟ لأنه أول حاجة، ما أي وأنت ذاتك عارف الكلام ده. هسه لو كتمت هنا يقول لك يا أخي شوف لنا فيزا راعي يا أخي، أنت ذاتك عرفته؟ ولقينا واحد باسي، باسي مجرم، قرا معانا النيلين قبل 15 سنة ومسك اتحاد النيلين، لبع الاتحاد ومشي عمل وكالة سفر وسياحة بالسعودية. ديل الناس اللي بينبذوا السعودية ذاتهم، والله كتار قعدنا نلاقيهم، كتار يجي يكسر لك هنا نبذ السعودية، بعد شوية طوال يقتل الملف يمشي السعودية. ناس مجارمة وناس كذابين ساكت. أول حاجة السعودية بترعى الحرمين الشريفين، وأي إنسان عنده تقدير واحترام للحرمين الشريفين واجب عليه يحترم السعودية، لأنه فيها الحرمين الشريفين، فيها أعظم بيت على وجه الأرض. ربنا قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ده الكعبة، الصلاة فيها بمية ألف صلاة. إحنا مساجدنا الليلة إلا من رحم الله تلقى فيها كيبل مدفون جوا، تقدر تصلي متوضي في البرد، تلقى البرع مدفون وسرواله معلق فوق في القبة. الصلاة هنا باطلة. عرفت كلامي؟ هسه مسجد الطريقة العزمية في الدام، هنا في الدام بيبنوا فيه قبة أظنها أربع طوابق، وأنا ما أعرف زول ميت واحد بيستفيد من الطوابق شنو، إيجار خات سراويله فوق، الله أعلم. أربع طوابق، وده أنا مش صورته بنفسي، أربع طوابق يا ناس. ما تخافوا الله، تجي تتكلم في السعودية وتتكلم في مكان الحرم المكي. السعودية دي الحج الفات كانوا قريب 3 مليون حاج بيصلوا في مكان واحد، بيسجدوا في حتة واحدة، بياكلوا في وقت واحد، فطور وغدا وعشاء وشاي صباح وشاي شنو وقهوة. عرفته؟ واحد فيهم ما رجع جعان ولا فوت وجبة بفضل الله سبحانه وتعالى. الآن الدول اللي بيقول لها كأس العالم عندك بعد 25 سنة بتبدأ ترتب، وعدد جماعة كأس العالم أقل من عدد الحج، وكأس العالم بيجي في الدولة يمكن مرة في 300 سنة، والحج بيتكرر كل سنة. وناهيك عن العمرة الشغالة يومي 365 سنة، 365 يوم في السنة. ديل ما أنا أقول لهم جزاكم الله خير، أمسك بجاي أمسك بغادي. الحرم النبوي ده مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ده لو كان في بلدك دي كان سرقوه طوبة طوبة، والله نحن ساكنين كنا في الدروشاب، جا حرامي حرامي داري ينزل الساعة من الحيطة، الساعة كلها يمكن ب2000 ينزلها من الحيطة، ما قدر يلحقها، رص المصاحف وطلع فيها بكرعينه ونزل الساعة وشال فوت وخلنا المصاحف قاعدة. انت بتلعب ولا شنو؟ ناس حارسين لك الحرمين، بل ده مكان النبي عليه الصلاة والسلام ومكان الصحابة في المدينة النبوية. عرفت كلامي؟ والخير المساجد الموجودة دي أغلبها، ولا كلام ده أنا بقوله وعارفه حار، لكن بقوله جوا عين أي علماني وشيوعي وغيره. ليه؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ونحن ما عندنا معهم مصلحة دنيوية زي ما أنت بتقول. نحن شغالين معك في البلد، أو بكر ده أستاذ، أو ده هدوم الدراسة جاك، وأخونا ده سواق بتاع ترحال، وداك مزارع، وده طبيب، وده مهندس، وده راعي بتاع غنم. عرفت كلامي؟ قاعدين معاك في البلد دي. وهسه عدي لو ادونا مكان نبقى ملوك للسعودية ولا الكويت ما دايرنا، ليه؟ عشان نجغم العلمانين ديل هنا، فنحن ما عندنا معهم مصلحة دنيوية السعوديين إطلاقا. وكذاب كذاب، وأي علماني زيك كذاب لو قال نحن عندنا مصلحة مع السعودية، وإلا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لو عندنا مصلحة كان مشينا السعودية تخارجنا مرة واحدة. العجبنا شنو التراب ده، والعجبنا في العجاجة دي شنو، نحن قاعدين هنا عشان الدعوة وعشان نجغم العلمانين والملاحدة وأعداء الدين دي. تاني بتقطعوا الكهرباء داك محلنا بتاع الرجل، خلينا من الموضوع ده. طيب فالسعودية جزاء الله خير، المساجد بنات لك، المصاحف هسه في بيتكم لو مشينا بنلقى مصحف الملك فهد قاعد في بيتكم، ده جا من وين ده؟ طبعوا لك منو؟ ما تقول لهم شكرا ساي ما في شكرا،
نحن ما قلنا النازل معصومين السعوديين ولا مكملين، بيخطئوا وبيصيبوا وبيقصروا في حق ربنا وتاني بيصيبوا، وفيهم الكعب وفيهم الكويس وفيهم البطال، لكن كونك تنسفهم بجرة قلم ده والله بنرفضه، لأنه النازل حامين الإسلام. ويكفي في السعودية إنه ما في قبة واحدة تعبد من دون الله، ما في ما في. أو ده عندك أبو حراز قالوا فيها 99 قبة، 99 قبة. المرأة الما والدة بتمشي القبة، عرفتها؟ المزارع الما نزل لمطر إلا من رحم الله. طبعا في ناس كويسين، لكن ديل ناس كعبين وناس دعاة شرك وضلال اللي بيسووا كده. المزارع الما نزلت له مطر بعضهم يمشي القبة، يقول يا شيخ اديني مطرة، ده شرك. السعودية نحن بنحترمها عشان توحيدها، عملت حفلات ما عملت حفلات الله يغفر لنا وليهم، لكن ديك بلد توحيد نظيف نظيف نظيف، ما في أي لعب، ما في أي قبة، ما في أي وسن، ما في كنيسة، ما في صليب. هناك في لا إله إلا الله محمد رسول الله. وده السبب اللي بيخلي العلمانيين يكرهوا تلك البلاد. أول ما يجي داخل يقول لنا السعودية دي بلد ما بعرفها كعبة، يا أخي نحن قلنا لك شلونك؟ احنا ما جبنا سيرة السعودية، لكن انت الحارقك في السعودية شنو؟ لأنه بلد توحيد، وانت دار المعاصي ودار الذنوب ودار الشرك ودار العهر والفساد، عشان كده ظهر لنا علي بلده.